في مرة من المرات كان أكو تعاون بينك وبين الموسيقار العراقي نصير شمه لأداء شخصية نازك الملائكة الشاعرة العراقية. صحيح. فشنو تفاصيل هذا التعاون؟ شنو اللي صار في وقتها؟ والله كان حلمي، يعني كان ولا يزال أن أؤدي شخصية الشاعرة العراقية المهمة نازك الملائكة. وحصل فعلا يعني سعي حثيث بين جهة إنتاج مصرية وأن أقوم أنا بتأدية هذه الشخصية، بس الحظ لم يعني يوالف هذا المشروع. مو دائما النتاجات الفنية يكتب لها النجاح، لأن العمل الفني عمل فريق، ومو دائما تأتي المعادلة مضبوطة، مضبوطة الجرعة يعني. أه. يعني مو بسبب أنه أنت انتقائية بالأعمال؟ لا لا بالعكس. لا 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 بالعكس، يعني ما أقصد عن شخصية نازك الملائكة تحديدا، وإنما أقصد انتقائية مثلا من حيث السيناريو، الجهة التي تنتج العمل، عندك اشتراكات طبعا كثيرة. طبعا، بس أكيد من تجي جهة تنتج عن شخصية نازك الملائكة كشاعرة وكمنظرة في مجال الشعر الحديث وكامرأة صنعت فارق يعني في الخارطة الشعرية، أكيد راح تجي جهة يعني جادة ومقبلة على المشروع بطريقة يعني لها وزنها. بس مو دائما المعادلة تنجح بالإنتاج الفني مع شديد الأسف. وكان نصير شمة مع حفظ الألقاب يعني جمعنا هذا الحلم في أن نحققه، وهو سعى وأنا سعيت، بس تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. جميل.